ناس احب وخل غايب اجيب منين يا روح حبايب انا يا ناس احب وخل غايب اجيب منين يا روح حبايب يلوموني ذا ونيت ليلي يلوموني ذا ونيت ليلي انا يا ناس عاشق مو بدي انا يا ناس عاشق مو بدي انا يا ناس عشق من الهموم وهاي اشكي تفضحني دموع قلبي ابكي عشق من الهموم وهاي اشكي تفضحني دموع قلبي ابكي هاي يلوموني ذا ونيت ليلي يلوموني ذا ونيت ليلي انا يا ناس عاشق مو بدي انا يا ناس عاشق قولوا تقدير ومحبة لكل العراقيين مسيت العافية عليكم حلقة جديدة من برنامج محب سبات نحب ننوه ونشكر لكل من اتصل وأبدأ رأيه وإعجابه بالبرنامج تحياتنا الحارة الخاصة لكل المنتسبين من أصدقائنا وأهلنا بالجيش العراقي بالشرطة العراقية اللي خصونا بالسلام تحية حب وامتنان لكل كادر البرنامج من منتسبي قيادة قوات الحدود خاصة كل أمرية كل ضباطة تحياتنا لهم رمضان المبارك عليهم شكرا لكل أصدقائنا اللي اتصلوا من كل محافظات العراق لإبداء المشورة أو يعني بعض الإرشادات أو النقاط بالبرنامج شكرا لكم تحياتنا لكم نقدم لكم كل شيء اللي يسعدكم فريقين مثل ما شفنا البارحة المحبس راح منا لهنا خلينا نشوف اليوم المفاجآت نشوف الغارات بين الفريقين لا تنسون تجاوبون على السؤال اللي يظهر أسفل الشاشة من خلال الاتصال أو الاس ام اس البرنامج يعرض على قناة ميوزك الريماس وهنا بغداد ونقول شو نقول كيو اشترى مني تعال يا حبايب اشترى مني اشترى مني او اشترى مني تعال يا حبا تعال يا حباي تعال يا حباي تعال يا حباي واشترى مني تحية حب لصاحب معمل سفن اب يعني جاسم يعني الادب والذوق والاخلاق يا ابي لك عيني يا ابي احلى الوايرلس عند الشاعر المبدع الفريداوي قيس فتاح يعني شبابنا الحلوين شو نقول يا بات عيوني بات بات ابويا بات
أعلى أعلى فريدة وخطارة. زلزال القصيدة العراقية بالمايك. شوف ليش قلت لك زلزال القصيدة على 25,000. مو قل الزلزال القصيدة العراقية، قال ايش قلت تطلبني؟ شوف يا باع النظرات باع، شوف بالهمسة انت اقعد اول واحد يقعد المار الصفر. الله سوي لنا صفر بالمايك عيوني ابوي انت. اصعد جبل انزل جبل امشي نهر عبر شهر. طق ام الساعة، طق ام الساعة الصفرة. شلونك حياتي؟ ايدك يا اخي هسه جاي يعني معقول اخي امي ذبح بس؟ هذا استفزاز قيس فتاح. جميل جميل طق اليسرى حياتي. ايدك يا اخي اقعد نصرة. شنو العنصرية هاي؟ بالمايك يا عيوني. ايدك اخي اقعد حسن. شنو؟ ايدك اخي. يا ما اعرف ايدك شو يسوي، ما اعرف شو يطلع ان شاء الله. اي والله. من يعرف؟ ايدك ما ينطير. من يعرف هاي المعز محمد؟ المعز شلون غمض ايدك يلا. لا. طق المساء. ايدك اخي. ليدك حبيبي مرة ثانية. ليش متأخر على الدرس؟ تعال. ليش متأخر على الدرس؟ أنت حبيبي. تعال تعال. جاني برمودة متأخر على الدرس؟ تعيدك. أظافيرك. عاقل حباب. اقعد خذ راحتك. توفيرها. أقتله. ايدك أخي. أقتله غير. ايدك أستاذ. اقعد. اقعد. نحبكم. فكر مستقبلك هسه شي راد لعلاي السبحه. هاي 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 كذاب. هاي هاي كذاب علام بالله جيم عن حميد مو غنيتي خلوهم بيدك ما بس يشعين عينيك شلون تلزمين ايه تروح باوع التعلق مال ابو سويلم. تحياتنا لابو سويلم اليوم طالع فتشي طق اليسرى علي المتاكل بيه انا واحد وشفت الخلس وشفت الخلس قال له طق اللي تاكل بيه اكو احد ياكل باليسرى شد شو على دمو سختك وشو بتريد؟ شو بتريد؟ حمولة شو بتريد؟ شو بتريد؟ قلت تشغبين جندي خوش ولد وفندي شو بتريد؟ إصدارات الفنان جاسم القيار أحلى إبراهيم بن دقاري عيوني بالمايك فرز برهومي. شوف 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 بابا فرز حمودي تقول مو جاي نازل ياخذ محاس يفصل قميص باع الأدب الأخلاق الذوق عيوني بابا صديقي يعزف بيانو من يحكي هذا الولد سولم صديقي حبيبي بيروت حبيبي وعليكم خلو السلام خلوه بس لو تدري قد مشتاق لك قد مشتاق لك ابو موسى لو تدري قد مشتاق من عون استاذ محمد الله يحفظكم لو تدري قد مشتاق لك صديق ابو شوي ما اقدر اضرب راج دي يوسف شي خلصنا من ابوه رودي يا اخ ها جاسم كابتن الفريق مين انت ايش عليك زيودي حبيبي انت تبيت مو كابتن الفريق ما لك علاقة بالعذال تقعد واحد تقعد اثنين تقعد
ثلاثة أبوي أنت مالك علاقة بالعذال العب تقعد أحمد أقعد أحمد حسب الجو عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة بس بالجو بس ستة بالجو بس هي أشرتك يا أبو سويلم وأخويا وأخويا فراس وأخويا وإبراهيم ستة بالجو الباقي بس بالجو حسول رودي حبيبي أحلى يوسف اقعد هادي حبيب قلبي أحلى حسن هادي واقطع تقعد أخويا حمودي بس فرز لي حبيبي ستوق لي هاي تقعد داي عيب عيب جعفر غزال هذا استخفاف بمشاعر ايوس خري شو تسوي ايوسي حسن اقعد اقعد قاعد عيني دنتوي احنا يا موي طب لي هاي احلى ابراهيم البندقاري يعني شويه صوت العالي جميل اريد اعره مالك شغل فراغات هسه عندنا سته بالجو وسته بالفوق بس نقي واه واو جاسم عواوة نجوم السماء محمد قاعد يسوي بالضبط استاذ يقعد بالمايك ابراهيم البندقاري طلبات سمي سمعين يريدون يحبون يسمعون صوتك لا ننسى نحيي الجنود المجهولين خلف الكاميرات اصدقائنا وحبايبنا المصورين المبدعين احمد البيضاني احمد الرحال احمد المله مدير التصوير عمر المختار مخرج ذو الفقار سلطاني كل الموجودين هيئه الانتاج مشرفين يعني مدير جروب الريماس وليد تشاينا ابو الدخل ما خلى شيء ما قال لو ابو الدخل تبع النصر لا تنديت شو اسمه ما تعرف ابراهيم انت ابو سجاد يعني المشرف على الانتاج محاسبة نعم نعم تفضل عمر الاصيل لك مشتاق يا عيني تعطي لي بوسه تقعد تعطي لي بوسه هذا بوسه كنت لو ابو راحاتك يا بيقول راحاتي ما يخالف الله المشتاق ملعون وين كنت؟ احمد اموري شنو؟ انت طلعت شو الاخبار ترى قاعدين انتو احمد باقي بيروتي باقي وبسويلم وفراس ايه وابراهيم اربعة بالجو عندي ها ايه وينال خمسة تقعد يا بيه يعني ممكن عقلك يعني انت توقعت راح تعيط عيطة يمكن يوقع ديكور ليش هيجي انت خابو قصاف ولا تحكي لا ابوه وين شو الموضوع؟ ليش هيك؟ يعني هذا ما تخلون بيده محبس؟ الله اكبر. بيروت فزنا. يعني تقعد عافيه ها؟ اي بس انت قلت بعده يلا ممكن يلا الصير الصير. مثل ما تشوفون يعني لازم انه عملية التدقيق بالوجوه وباليدين بس فرز لي فرز لي قال لي عندي فراس وعندي ابو سويلم وعندي اخويا هاي بيما بتجوه اوكي بس كون اليوم تفضل ابراهيم
لا قيس قاعد اليوم غير؟ ها موجود؟ ها باقتك صح اي صح خالي فرز لي فرز زيت طول لي هاي تقع الزيت خلاص خلاص يا اخي شده خلاص شده هاي لعبة المحامي شده شده شعب عثماني 9 10 11 لا مو انا فرز يا حبيبي تقعد علي يلا نداء نداء لعبوا وتمالع لو مرة وذو لعبوا وتمالع لعبوا وتمالع لعبوا وتمالع لعبوا وتمالع ويستاهل الهوجة أخونا خوش هلا واحد اثنين ثلاثة ها تستاهل ونلعب لك جولين تستاهل نلعب لك جولين تستاهل جولين تستاهل تستاهل ايوه ايوه بط 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 الله لا يعوزني لك وما محتاجك اوكي بس خل نعم عيوني انت ابوي انت خذوها مني ها لا اروح اعطيك 25 الف وخلينا ننزل 25 من حلال طيب صدق؟ زين انت مو تطلب اه صدق تطلب منا 25 على فريدة خلينا ننزل هني انت تنزل اصلا تروح لهنيك اعطيك 25 بس مع الشرعه طلع لنا بس انزل اول شيء افرجهم بس وانت تلعب انزل افرجهم ما احكي وياك دقيقه 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 تعال ما احكي وياك انزل ولا لا؟ لا تنزل الله لا يعوزني لك يا اخو لا يخلونا ننزل شنو هاي الذلة هاي؟ علاوي هاي هوسه من الجماعة لك علاوي يا اخويا جابك على اللعب علاوي يا جابك على اللعب هذا جعفر غزال جابك على اللعب بالمايك على الفريداوي صوتك أعلى علاوي يا أخوي جابك على اللعب تعلي عيب علاوي هاي حبتي هاي حبتي بدون مشاكل نهدي مثل ما يشوفون ولا إله ولا إله إلا ولا إله إلا إجاري راح تعبكم؟ شبيك حبيبي؟ من يا طلبات الجمهور من اول عظمه من اول عظمه على الفيديو خلينا ننزل اذا ما تخلونا ننزل ما خليكم تلعبون يلا شباب راح انزل كابتن هاي لعباني علي فرحان افرز ابوي افرز افرز انا نزلت افرز وين وين نزلت ارجع انا نزلت وخ اوقف
يلا نن الحلقة. نن أنا يقولون لإدارة الهاية. يا إدارة عمي. إدارة المدرسة. هو ترى ما عليها بينا. لا ما. انزل عندها. أفرز. علي طيب 25 ما أدري أحكي دام. طيب 25 ما أدري أشاركم. يلا تعال. ارجع يردوني يردوني اذا اخذها عمي فوق المحبس انا اعطيكم محبسين اذا اخذها رب اريد اريد هيك يكون منا نهاية رمضان ما تاخذون محبس الله 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 وش تريدون انه باللي طالب مالتك بس يهشر ما يحكي احمد ايدي ما يحكي بالاشارات كل الضباط يجي المعلم مال الانجليزي يسلم عليك يقول خليه يحكي بالمايك اريد ربي يعثركم ما دام هيك كسرت بخاطري بجاكل من عندك كل ما يشوفون المحابس اي بقى على هذا النقاش يابا خلينا نسمع شيء اغني على هذا النقاش بالنقشاتي بالهمساتي بشر يا ولد ما اعرف قاعد يتفقون على تسجيل عماره القادسيه بالشورجه على التحويل مالته اذا اخذ المحبس يا ابو ايش دعوه العب العب لا تحتار يمك جعفر المختار العب لا تحتار يلا زين جعفر طلع مختار ريتي سكن احمد احمد وحسين وحسين وعدويه رائد ثلاثه اربعه اربعه خمسه ذبن صن بشط سته نصرت سبعه زيد بسمان شنو وقيس فتاح بس دوله باللعب اشبقه حل اللهم لا جماعه حل ليش 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 هذا بقيت عليه ايه صبوا لهم صبوا لهم على الكيم دنابيس على الكيم دنابيس ولك على الكيم دنابيس على الكيم دنابيس ولك هيبه ولك هيبه مشاهدي الأعزاء لا تنسون الجواب على السؤال من خلال الاسئله يسألون اتصال ما اعرف بس المهم طوني شنو فايدة مالي شنو الموضوع هاي ام 77 يعني غير سبعه اي هاي مال لوبيا اي والله بعد وبعد بعد وجبه مال الفاصوليا ما دافع كنا معاكم كنا معاكم
معاكم كل معاكم كل معاكم. ليش هيك ليش؟ شنو؟ لا تقولون باد أبي سولكم هو باتك بات. ما أقل إلا خلي حصر بقلبه خلي أشوفه يحكي بالمايك لو لا بالمايك. هي بعدين تصير حمرا هسه خضرا مو إشارة هو نقول كيو نبدي. ما شفت الحدا هسه واحد نزل كابتن هيك هيك في القلب اي طالوب من هذا تصدق يعني فرز ويقعد يسولف ويتناقشون ممكن لا ضير. طلع فراس القلعة راح يبيع الأسئلة. درجع 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 بس بدي اعرف يعني ما عندكم قماش تطولون لا درجع. هاي ليش علي واني شباب اس 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 يا رواد لا تحمي شو اسوي؟ مين يجيب لي مي وبردين؟ حموا علي لا 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 تحمي لا 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 شنو؟ وين الكاميرا مصور؟ يلا يلا جاسم ويا جاسم يلا لا 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 تحمي لا 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 تحمل لا 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 تحمل لا لا زيد الحبيب زيد الحبيب حب الحليب يلا قولوا زيد الحبيب حب الحليب وياي وياي زيد الحبيب حب الحليب يا مان يا مان يا مان يا مان طحين صفر يا مان هيجي بعد اريدك تتمرمر بعد شايف دعوة غريب الغريب ليش هيك حتى قدمي كم حلقة كم يوم صار لي قلبا وقالبا وياك ساعة 2000 دولار رفعتك ياها ليش قول 2000 الا ربع بس خلينا ننزل ارجع لك اياها بس خلينا ننزل هسه انت فشلت قدام شعب العراق كله خل بس انزل قدم زين قدموني كله لك ما مكفيك قدم يا اخي قدموني بس خلينا ننزل نزله واحده ايش فيك ما ينزل والله ما ينزل وكذي بيت قفلت علي علي والله لا يعود لك الله لا يعود لك كل شيء ما تعرفون تعبون قم 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 وين رحت انت؟ اوكي علي فريداوي بس الحارس مال المدرسه يجي يقول خليه يحكي بالمايك صار عين صار تمر اشكرك حبيبي صار عم ما نقدر نحكي ايدك خليك عند صفكم يا نايمين الليل كيف المنام يطير حلو بشرو يلا علي ايدك يلا ابوي
ساس عدينا اكساء صاين حبيبي يلا ياب يلا حبيبي عيوني انت احلى كل القطان احلى الاحبه العبايب قول لما حبايب يا رب تعال على ما نحتاج ايدك جاز هذا الملك حونك ها وعد يا روح الله ايه هو شلون ما يتخبر هيك بالبدايه ايدك ايه لك عيني عدلوا علي قعد مصر لا 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 يلا شباب سعفة معنا سعفة شد بعد وبعد تبيع سيارتك تبيع بيتك هاي حبتي هاي شارتي نسمع 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 فشي خفيف هوا واحد اثنين اثنين وش علامك واحد ناخذ بريك لانه الوليد الفرقة الموسيقية بالمكان الفرقة الموسيقية راح تعالكم يغنون مستمرينو ماي جميلة شن الضحكة شن العنفوان والشجن اللي عندك يعني تفائل بوجهك نهر ما أعرف نمنم ما يخلون بيده محبس تبين أخو أصدقاء جاسم كم نقطة أنتم؟ 16 حلو طارق لبرونيك ملعون حنقة باسي يا ول حفظ الله من شاء الله ما إبراهيم بندقاري أم وأبوي وين مطلوب لله إبراهيم سبحة كبيرة ما اعرف على ابو طابه كل هاي النقاط ينزل وهم سيلون قالوا بس على فريداو ينزل قلت لهم الباقي ذا بلهم تهديد الظاهر هم هددهم
اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، اللهم اشغل الشعراء بالشعراء. امين رب العالمين. مخاف يصير بالكراسي قام يخير بيهم هم جسمه سووا من هاي مال طق طق بعد بعد ايدك حبيبي ايدك اخوي شويه ديت توجعني رادي المساعدين تمر امر وجهك سعد بوين وجهك شو سوي حبيبي شوف ضربت الشناطه يلا بالسبحه ثماناتكم مو مقادين كلهم ها بس توجعك يلا نسمع نسمع رواد نسمع نسمع طيب نسمع ايه خاف يعطون بي توقع شفق النوم ذول شنو نطبطب عليهم خلي الجمهور يعرف المشاهد ما اعرف قاعد يواسي فيهم غير كل واحد يضرب من عليه يشوف شو اسوي تعليمات الكابتن قال له الكابتن مالته مال فريقه قال له قدم ايدك ورجع ايش يسوي الولد طبعا العلاج وقت بوقت ياخذ رواد بالمايك رواد استاذ بعد قول له ايده ما يفتح وين كابتن مال الفريق رواد اذا بيده يقعد اقول له الصحبات تاخذه اقول له ارجع واعيده ما لك علاقه يعني ايده باها غير ما يعطيني ايده ما يصير لك ليش ياكل؟ شو اللي تكيده؟ اوف 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 اي هذا المحبس استعز عيني محمد قعدت عمي ليش بس اريد اعرف يعني ليش ما طلع ديك؟ هو المحبس بيش؟ المحبس بيش؟ انا اعلمكم بسيطه احلى كبداته عظمه على عظمه يعني يعني البوفيه المفتوح عظمه يعني احلى المشروبات البارده والحاره احلى صديقي شادون محبس باد يا 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 حلوه ارجع ارجع مشاهدي الاعزاء النقطة الأخيرة 7-2 انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج حبس بار لا ننسى نشكر كل كادر العمل من مصورين مدير تصوير المخرج كل القائمين على العمل على البرنامج تحياتنا لكم لا تنسون تجاوبون على السؤال من خلال الاتصال أو الاس ام اس 7-2 تحياتنا لكم في امان الله جينا لبنان ننفخ شفايفنا خبينا خبينا خبيناك وخبينا يا المحبة شلت تقضينا ضيع وضيع أمي يا ماك لا تطلع من
صادف الخطف لون المحبس خلي دبونه وينه آه وينه محبس هناك ضاع ياهو البيته برمضان نزرع بالبيوت ورود ضحكتنا محبسنا عراقي بعطر بغداد من دهوك حد تراب بصرتنا ملتمين خوة عائلة وصحبان والله يديمها بالخوة لمتنا المحبس بات بس مو عند غريبي بات وين يروح عندنا وبيت خوتنا رفيقي أخذ مني صاحباتي صح أنا ميمة وصحباتي قلت لجيب نعبة صاحباتي والله لازمكم تعبت وظل يضحك علي هذا الرفيق مال أنا في قلطان زيادة